فمرحبا بطلاب العلم، فإن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا في روضة من رياض الجنة، وأوصي نفسي وإخواني بمعالجة أنفسنا على الإخلاص لله عز وجل، فإن من أخلص لله عز وجل في هذا العمل كان موعودا بعظيم الثواب وعظيم العاقبة في دنياه وأخراه. أما من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فإنه لا يجد عرف الجنة، نعوذ بالله من سوء الحال. فما أحوجنا إلى طلاب العلم في هذا الزمان، وما أحوج طلاب العلم إلى الإخلاص لله عز وجل في هذا الطلب. ثم أؤكد الوصية المؤكدة بالصبر، فإني لا أعلم شيئا في الدنيا يحتاج إلى الصبر أعظم من طلب العلم، فطلب العلم يحتاج إلى صبر عريض، فكيف به في زماننا هذا الذي كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه العوائق وكثر فيه المثبطون عن هذا الطريق؟ لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن يصبر صبرا عظيما عريضا حتى يثبت على طريق طلب العلم، ويحتاج إلى صبر عريض حتى يسير سيرا حسنا في طريق طلب العلم. فإن كثيرا من طلاب العلم اليوم يسيرون في الطريق ولكنهم لا يسيرون فيه سيرا حسنا، فلا تجد عندهم عناية بالعلم حقيقة، وإنما تجد عندهم عناية بأمور أخرى. فيحتاج طالب العلم إلى الصبر العريض في سيره في هذا الطريق حتى لا ينحرف يمينا أو شمالا عن هذا الطريق.